بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. يبدو أنه التفكير النقدي مهم جداً لتحسين علاقاتنا مع الناس، لأنه التفكير النقدي هو تفكير موضوعي يناقش قضايا وأمور عالقة بين الناس من دون أي تمييز، يعني من دون تمييز بينهم لا على أساس موقعهم الاجتماعي أو وضعهم المالي أو انتماءاتهم الوطنية والعرقية. هو نوع من التفكير المنفتح الذي يرى ويحلل الأمور من كل الزوايا، وبيأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر الأخرى، وخاصة وجهات النظر الآتية من ثقافات وشعوب مختلفة. يعني أنه صاحب التفكير النقدي هو شخص منطقي ومنفتح، يحترم من يختلف معه بالرأي، بل وأحيانا يتطابق معه بالتفكير من دون أحكام مسبقة، وهذا ما يجعل من هذا النوع من التفكير أسلوب تفكير حضاري بحل النزاعات بين الأشخاص والمجموعات والدول بشكل سلمي، بعيدا عن التعنت الأيديولوجي والجدل العقيم الذي لا يناقش الأمور إلا من وجهة نظر واحدة لا تأخذ بعين الاعتبار أي احتمال آخر أو أي بعد من الأبعاد الأخرى للوصول إلى حلول ناجعة يحتاجها الناس لتثبيت مبادئ المنطق والعدل والمساواة. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.